لك في واحد بتاع شاورما شغال قاعد يقطع في الشاورما كده، جات بيت من طلبة الجامعة دي خدت اصبعها في يدها في اظانه وماشية. ايوه يا ماما انا طلعت من الكليه حاجه يعني حغش عليك افتري اكل لي سندوتش وحاجه. قام بتاع الشاورما سالها قال لي شنو يا بيت؟ قلت له لا يا عمو انت ما مستغرب، ده القرن ال21 تاخد اصبعك في اضانك تنضم مع الزول الدايره. قال والله بنت حيرتينا، جات وهزه كده تهز حبه كده. قلت له شنو يا عمو؟ قال لها مسكول من لندن. قال لك واحده بلداتنا كده راحت الله انها تيجي الجامعه، ابوها باع لها البقره باع لها الغنم ما خلى لها اي شيء في الدنيا دي. البنت جات الجامعه وانصدمت حضاريا بالعونه بنات الجامعه، صاحبت ناس كتيبه الشين شاهنده شيراز شزا، الواحده انجام سكول بس طار لها في رقبتها. البيت رجعت البلد ولقت امها، كيف يا امي؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. قالت لها انت منو ما عرفتك؟ قالت لها انا بنتك شيرين. بنتي بتول غيرت اسمك ولا شنو؟ قالت لها والله انا جيعانه يا امي يا اخي. قالت لها خلاص انا في لقمه كده بتقاليها. قالت لها لا لا بطني ما بتهضمها. قالت لها خلاص بجيراننا ديل عندهم عرس امشي. اول دخلتها كده بس لقيت لك كلب في جنب الباب. قلت لها هي جري يا كلب ما بتعرفني؟ كلب ماشي لك ورا. جري يا بابا انا بجيرانكم الله. كلب ماشي لك ورا. جري يا كلب. الكلب عصر لك كده في زقاق. قلت له جري يا كلب يجرك من كريعاتك.